السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نقرأ كتاب الإمام ابن رجب رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فقد عرفنا أن أمامنا علوم نافعة وعلوم غير نافعة. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهنا المقصود يريد المصنف رحمه الله بذكر هاتين الآيتين، وبعده آية: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة آدم وتعليمه الأسماء وأرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا العلم النافع. مثل أو ذكر هذه الآيات الكريمة لبيان أن الله تعالى يمدح الذين يستوون فيما بينهم والذين لا يستوون، فالذين يعلمون علم النافع لا يستوون من الذين لا يعلمون العلم مطلقا، أو لا يعلمون علما نافع، وإن علموا علوما غير نافعا. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. نعم، العلم النافع يجب على الإنسان أن ينتفع به أولا، ثم ينفع به الآخرين، ولكن ذكر المصنف رحمه الله: قد أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أن يعملوا بها لكنهم لم يعملوا بها، فهم حاملين التوراة وعندهم التوراة لكن مثل الحمار يحمل أسفارا، لا يعلم ما في هذه الأسفار. كذلك قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وكان عنده علم، هذا الذي كان عنده علم نافع، لكنه انسلخ واتبع هواه، انسلخ من العلم فلم ينتفع من العلم. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. فعندهم علم نافع لكنه لا يريدون بها إلا الدنيا. قال تعالى أيضا: أضله الله على علم، العلم الذي كان ينبغي ينتفع به ويستهدي الطريق المستقيم، لكنه قد ضل مع علمه، وهذا لا شك فيه خذلان كبير.
وعدم توفيق من الله تبارك وتعالى. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، أي شخص ليس هذا، ربما يكون هناك شخص آخر مقصود وسبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا ينبغي للإنسان أن يكون ممن أضله الله على علم، فهذا أولا من يسجر به النار كما في الروايات. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يدعون العلم ويدعون أنهم علماء، ورسلهم الذين جاءوا بالبينات والآيات من عند الله تبارك وتعالى جهلوهم وكانوا يستهزئون بهم، فهذا علمهم الذي كانوا يتكبرون به على الأنبياء، هذا العلم غير النافع. اللقاء وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فعلم الدنيا فقط لا يكون عنده علم بالآخرة، ويكون قد تعلم علم الدنيا بما ينفعه في الدنيا، فهذا علم غير نافع في الحقيقة، لا ما كان ينبغي أن يغرق فيه إغراقا، ولكن كان ينبغي أن يأخذ على قدر كافي ولا يترك علم الآخرة وعلم الدين. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة جاء بالاستعاذة من العلم النافع الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، فمن علم لا ينفع ولو كان العلم أصله نافعا كذلك الاستعاذة من علم لا ينفع حتى لا يتعلمه، ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وقد ثبت هذا أيضا، وفي بعضها أعوذ بك من هذه الأربع، أعوذ بك من هذه الأربع، هذه الجملة فيها بعض الضعف على ما ذكر المعلق أيضا الشيخ محمد بن ناصر العجمي. ونعم لكنه جاء من طرق أخرى أيضا فيما يظهر لي أنه صحيح إن شاء الله، ولا ما جاء في حديث صحيح مما أشار إليه المعلق. نعم. وخرج النسائي، قال المصنف وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم، أو كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. والأئمة روى ابن حبان والعجري وغيرهم، عجري في أخلاق العلماء وإسناده حسن إن شاء الله. وقال المصنف وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، أخرجه ابن عبد البر وغيره، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان وإسناده حسن. قال وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني علما، هذا أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه، لكن مداره على راو
اسمه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وفيه راوي محمد بن ثابت مجهول. ونعم، وخرج النسائي، قال المسلم: وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك. أقول قبل هذا أن الأحاديث التي مضت بنا هذه يقوي بعضها بعضا وتكون حسنا أو حسنة لغيرها، هذه الأحاديث أو هذا الحديث بجملته يكون مع الطرق الكثيرة حسنا لغيره. وخرج، قال المصنف: وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم وفرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. إن من البيان سحرا، هذا ثابت في أحاديث كثيرة، أما إن من العلم جهلا أخرجه أبو داود وابن عبد البر وكذلك غير واحد من الأئمة، وفي إسناده مجهول. وأما الشطر الأول فقد جاء إن شاء الله صحيحا في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، أخرجه مالك في الموطأ وأحمد وكذلك البخاري وغيره. وقال خرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرة وإن من العلم جهلا. وإن صعصع ابن سوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، يعني يتكلم ما لم يعلم ويتكلم فيما لا يعلم فقد فيجهله الناس لذلك أو لا يعلمه ويتكلم، فهذا لا شك من العلم جهلا. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم، فإذا كان الجهل به خيرا فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا، وهذا أمر معلوم. والسحر لا شك فيه أنه قد تكون كما عرف العلماء رحمة الله عليهم أنه رقى وعقد توثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، وكما قال تعالى: ويفرق بين المرء وزوجته. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت الآية على تحريم السحر تعلما وعملا به، فيكون الشيء الحرام ليس بالعلم، الحرام ليس بعلم مطلقا النافع، بل هو علم ضار لأنه كفر، السحر كفر. وقال تعالى لنسائن الملائكة: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابن عباس: وذلك أنهما، أي الملائكة الذين أرسلوا أو أرسلا، الملكان اللذان أرسلا علما الخير والشر، وذلك، قال ابن عباس: وذلك أنهما علما الخير والشر
والكفر والإيمان. عرف أن السحر كفر ولا شك فيه، فهذا علم لا ينفع مطلقا. نعم، فأيضا وقد روي، قال المصنف رحمه الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسل أبي داود عن زيد بن أسلم قيل: يا رسول الله، ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: ما أعلم فلانا. قيل: يا رسول الله، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل: يا رسول الله، ما أعلم فلانا، بصيغة التفضيل. قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة، أو جهالته لا تضر، هكذا في الكتاب جهالة، الظاهر جهالته لا تضر. هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف للمزي والسمعاني بالألقاب، وهو حديث ضعيف، ولكن يأتي ما يدل على أن الأنساب على قدر ما يفيد، ينبغي أن يتعلم الناس. وخرج، قال المصنف رحمه الله، وخرجه ابن نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا أيضا يكون ضعيفا لأن فيه بقية يجب أن نكون على أحاديثه، من أحاديثه على تقية. وابن جريج عن عطاء سمع يهمل على السماء. قال المصنف فيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وعالم الناس بالشعر. قالوا في بعضهم: وبما اختلف فيه العرب، وزاد في آخر العلم ثلاثة: ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. هنا أيضا هذا الإسناد لا يصح، قال المصنف هذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود بن ماجة من، قال المصنف آخر الحديث خرجه أبو داود بن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وقد ورد الأمر بأن يتعلم، أن يتعلم من الأنساب ما يتوصل به أو ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث حسن أو صحيح. وتمامه في بعض التخريجات جاء فيه بأن فإن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ثم يقول المصنف رحمه الله: وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة قال مرفوعا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا، يعني لا تزيدوا أكثر من هذا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله عز وجل، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. هذا الحديث أخرجه البياقي في الشعب، وفي إسناده ابن لحية. قال المصنف نفسه: وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وخرج أيضا من رواية أبي نعيم. هنا الكلام على العربية أيضا، يعني هل الإنسان يجعل يتعلم العربية
التي قد لا يحتاج إليها ويضيع وقتا كثيرا في هذا، فهنا من الممكن، لأنه قال تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. وهو في الحقيقة قد يكون الإغراق في تعلم اللغة. نعم، إذا كان هناك تخصصات فينبغي أن يكون لبعض الناس، لكن رأيت كلاما لبعض الفاضل يقول لا يصل أحد منكم إلى تعلم القواعد العربية إلا بدراسة متن الأجرومية إعرابا ومعنا وعللا، ثم دراسة شرح زين دحلان إعرابا ومالا ومعنا وعللا، لأنه المناسب للمبتدئ بعد الأجرومية، ثم دراسة شرح أو ثم دراسة بدراسة ثم دراسة شرح الأزهري مع حاشية أبي النجا على الأجرومية، ثم دراسة الأزهرية بحاشية العطار، ثم دراسة المتممة التي شرحها الأهدل، ثم دراسة متن البناء الذي شرحه صاحب التلخيص، ثم دراسة ملحة الإعراب بشرح الفاكهي، ثم دراسة لامية الأفعال ما شرح من الشروح السهلة، ثم دراسة ألفية ابن مالك ما شرح ابن عقيل، ثم دراسة كشف النقاب على الملحة، ثم دراسة الفواكه الجنية على المتممة، ثم دراسة مجيب الندى على قطر الندى مجيب الندى على قطر الندى، ثم دراسة أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، ثم دراسة الجوهر المكنون بأحد شروحها، ثم دراسة تلخيص المفتاح بأحد شروحها، ثم دراسة السلم بشرح البيجوري. على كل حال، ويزيد إلى أن يقول ثم دراسة للفائدة نذكر، ثم دراسة الملوي مع حاشية سبان، ثم دراسة متن الشمسية، ومن متن الكافي في العروض مع شرح الصغير ثم مع شرح الكبير، ثم دراسة قصيدة السبان في العروض في مع بعض شروحه، ثم دراسة الخزرجية مع شروحه المسهلة لك ثم أو الذي يكون سهلا عليك، ثم دراسة المقولات ما شرحها للأطار، ثم دراسة فن الوضع. ثم بعدما قرأتم هذه الفنون العربية، يقول ثم بعدما قرأتم هذه الفنون العربية حق الدراسة بإعرابها وعللها وقانونها، ثم إذا بعدما قرأتم تأهلت، هكذا قال، تأهلت لدراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عربيان لا يفهمان حق الفهم إلا بقراءة هذه الفنون العربية، كما قال بعض السلف أعرب الكلام لكي تعرب القرآن، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تزندق من تزندق إلا لأجل جهل كلام العرب وقواعدها. نعم، انتهى على كل حال كلام القائل رحمه الله حيا وميتا. فنقول سبحان الله، يعني إذا كان يأخذ هذه التفصيلة أو هذه الكتب كلها، فكم يستغرق من الوقت، وماذا بقي له من دراسة الكتاب تفسير والحديث. فعلى كل حال، هذا فيما يظهر لي أنه دراسة اللغة العربية ما يكون فوق الحاجة، ليس لعامة الناس. نعم، كما يكون متخصصين في بعض الفنون، فيكون المتخصص يأخذ شيئا من هذا أو كل هذه أو زيادة ويزيد لا بأس فيها. ثم بعد ذلك قال في خرج أبو نعيم أيضا من رواية، خرج من هو؟ أي خرج حميد بن الزنجوي من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة أو النسب، هكذا من النسبة، وتعلموا من النسب ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. هذا الإسناد على كل حال لم أجد فيه كما ذكر
أخرجوا بأدنى من أبي شيبة وكذا ولم أصل إليه، والذي يظهر لي أنه ضعيف عن عمر رضي الله عنه في مطالعته على عمه. وروى مسعر أن محمد بن عبيد الله قال قال عمر الخطاب تعلم من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به، وهذا أخرجه ابن عبد البر، وهو إسناده جيد كما قال وراجعته كما قال المعلق. ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به وما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوي من رواية الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح عن طاووس وعن ابن عباس رضي الله عنهما. والمقصود من هذا رب ناظر بما يظهر، رب ناظر في النجوم متعلم حروف أبي جاد، يعني إذا كان ينظر في النجوم لمعرفة أو لادعاء الكهانة ومعرفة الغيب وأنه سيكون بعد كذا وكذا، أو معرفة المطر وغيره الذي قد يكون لا حقيقة له، فهذا كله هو المطلوب هنا في النظر الحرام في النجوم. ومتعلم من حروف أبي جاد يقصد به هناك يعني الحروف الهجائية، ركبوها بطريقة خاصة ولكل حرف فيها رقم، فيستخرجون من هذه الأرقام من كلمة سمعها من الساحب أو من اسم الشخص الذي يأتيه ليخبره عن بعض الغيوب، فيستخرج من هذه الكلمات مثلا أبا جد هوز حطي كلم سافس قرشت صص ضضغ، فألف لا ألف رقم واحد، باء رقم اثنين، جيم رقم ثلاثة، دال رقم أربعة، ها رقم خمسة، وهكذا إلى ضضغ يكون يصل إلى ألف، فيستخرجون منه بعض النتائج بهذه الحروف، وهو كله كذب وهرعون وادعاء لعلم الغيب لا شك فيه. فهذا من قد يكون الإنسان إذا استجاز معرفة علم الغيب عن طريق النجوم وعن طريق أبا جاد، فهذا لا شك أنه كفر. رحمة الله عليهم الأئمة قد حكموا على قائله بالكفر، قد حكموا على قائله بالكفر. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وهذا محمول، أي النهي أو ما يكون ليس عند الله له، ليس له عند الله خلاق. قول هذا القول محمول على علم التأثير لا على علم التسيير، بحيث أن النجوم تؤثر وأن النجوم يعرف بها علم الغيب، لا علم التسيير أي لا علم معرفة القبلة ومعرفة جهة السير، لأنه الإنسان قد يكون قد ضل الطريق في فلات ولا يجد أحد يدله على الطريق فقد يستدل به، لا شك في أن هذا من الجائز، على ما قال الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا محمول على علم التأثير لا على علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه داود من حديث ابن عباس مرفوعا وإسناده صحيح. وخرجه أيضا من حديث قبيس مرفوعا العيافة والطيرة والطرق من الجبت أي من السحر، والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض. نعم هنا العيافة والطيرة
تطير أو الطير أو إذا طار الطير يمينا أو شمالا كما قالوا خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرت. فهذا زجر الطير أيضا إذا كان الطير جالسا فطار من يمينه ومن يساره فيذهبون ويسألون الناس هل يصلح اليوم أن الفعل الفلاني أو ذهب لطرق الطريق الذي أردت أن أسافر فيه إلى آخره. فكانوا إذا أخبروا أنه لا يصلح لك فكانوا يمتنعون من السفر وغيره. كل هذا معرفته أو ادعاء معرفته الغيب فهذا لا شك. وكذلك الخط في الأرض لمعرفة الغيب هذا كله كفر ولا يعلم الغيب إلا الله. فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. نعم قد يكون الإنسان يتعلم ولا يتقرب لكن إذا ذهب يتقرب أيضا فهذا لا شك فيه لا حرام وكفر إذا كان يستحله وإذا كان جاهلا فالله أعلم. لكنه لا ينبغي أن يجهل المسلم هذه الأمور. فلا يكون التقرب بالقرابين إلا لله تبارك وتعالى كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. وأما علم التسئير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور بل قد جعل الله النجوم لهذا الأمر أيضا كما هو من قول ابن عباس ثابت. وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الذن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. نعم إذا قالوا إن هذا إلى جهة القبلة تماما هذا النجم فإذا رأوا محاريب المسلمين مختلفة فيها فيقولون إن هذا خطأ ويجب أن يصلح وكذا كما وقع ذلك في كثير من أهل العلم قديما وحديثا. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار والمساجد بنوها وصلوا فيها وجعل الناس بعدهم محرابهم هو محرابهم الذي ولو بعد قرون. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمثال وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي هو اسم من أسماء بعض النجوم وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم وكما قالوا في مسألة القبلة كلما قرب من الكعبة ضاقت عليه القبلة وكلما بعد اتسعت عليه القبلة. فما بين المشرق والمغرب إذا كان الإنسان في الشمال أو الجنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة قالها صلى الله عليه وسلم أو قال هذه الكلمة المباركة أو هذا الحديث الشريف في المدينة النبوية التي هي في شمال مكة والجنوب هو قبلة أهل المدينة. وإذا كان الإنسان في الجنوب فيكون قبلته إلى الشمال على كل حال ما بين المشرق والمغرب كله. ولو أخذ إنسان قسامته ربما بلغ إلى مئات الكيلومترات بعيدا عن عين الكعبة فهذا لا يضر أبدا. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وقد أنكر الإمام أحمد قال المصنف وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. نعم.
هو في الحقيقة اعتبار الفلك أو إنكار عبد الله بن مسعود أن الفلك تدور لا شك أنه قد يكون، والله أعلم. وقال حتى الشمس، قال ابن باز رحمه الله: الشمس جارية والأرض ثابتة، وادعوا أن الأرض أيضا لها حركة، أو ذكروا أن للأرض حركة. على كل حال أن الفلك تدور، وهذا الله أعلم ماذا يقول الآن الناس، لكن الشمس تجري لمستقر الله، ذلك تقدير عزيز العليم. وأيضا القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أما الأرض تتحرك أو تجري وتسير والفلك تدور، فهذه مسألة لا نؤمن به. أو على كل حال إذا كان الواقع قد أثبت من علوم المسلمين ومن تجارب المسلمين، فلا يخالف القول به في دين، في الدين والإيمان إن شاء الله. الفلك تدور، وهذا يدل على زيادة على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. وكذلك الأرض إذا كانت تسير، وفي هذا الزمان لا يحتاج إلى تفصيل، لكنهم قالوا إن الكسوف والخسوف تحصل على تأخر الأرض وجريان القمر وغيره، لأن الأرض قد تحول دون القمر ودون الشمس إلى آخره. على كل حال، وأنكر الإمام محمد، قال المصنف: وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. الزوال يختلف في البلدان، هل وقد يكون إنكارهم إنكار بعضهم، لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا. يعني هذا الإمام أحمد من أورع الناس في الحقيقة، ولذلك لا يقول لا تقل قولا إلا ولك في إمام، يعني من إمام من أئمة الشرع، الصحابة الذين فهموا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم. فيكون الإمام أحمد أنكر لأجل أن الأئمة من الصحابة، الصحابة والأئمة لم يتكلموا في هذا، ولا ينبغي أن يتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، يعني الناس الذين هم يعني يعرفون الحركات والشمس وغيرها. فلا شك أن الزوال يختلف. والأرض إذا كانت كروية كما قرر حتى علماء المسلمين، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد استفاد وأفاد من قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال المناكب، والمنكب مدور، تكون كأنها الأرض شبهت بمنكب المدور، فهي مدورة على نعم، وليست هي مسطحة مطلقا. فإذا كانت مدورة، ومعروف الآن في هذا الزمان أننا نعرف أن الزوال والغروب والشروق يختلف باختلاف البلدان، نعم، والبلد الذي يكون في الغرب على مسافات بعيدة قد تطلع عليهم الشمس بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد ست ساعات، بعد 12 ساعة، وهكذا على كل حال. فلكن كراهة الإمام أحمد هذا واقع بالفعل، أن الزوال يختلف. وكذلك يأتي الكلام على ثلث الليل كما الناس يتكلمون، وكره الأئمة أن يتكلموا بما لم يتكلم به السلف، وهذا من شدة ورع الإمام أحمد رحمه الله. ولا شك أن سكوت أنه أفضل، لكن عند الحاجة لابد أن يوضح للناس أن الزوال لا شك أنه يختلف، والغروب يختلف، وكذلك نصف الليل ونصف النهار إلى آخره. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان،
فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. كأنه نقل هذا، كان الحديث واضح فيه الصحيح كما أشار في الحاشية. قال يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فلا شك أن ثلث الليل قد يختلف من بلد إلى بلد، وهذا لا ينكر، ولكن القول بأنه نجعل هذا الاختلاف في ثلث الليل ونزول الله إلهي في كل بلد نجعل إنكار النزول ليس في وقت خاص في ثلث الليل في كل بلد، هذا كله إنكار للسنة الثابتة، بل كأنها متواترة ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم الأنساب. نعم، وقال هنا على كل حال الذي يقال في ثلث الليل، فأقول ما أحسن ما قرره الأئمة رحمة الله عليهم عامة، ومنهم ابن تيمية رحمه الله قال في منهاج السنة عن جمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش. هنا أيضا قد يكون يعترض أحد، إذا كان ينزل وهو مستوي من العرش يؤمن بأن الله على العرش، لكنه إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه العرش؟ يعترض. فأخذ الإمام ابن تيمية يرد على هذه الأقوال كلها، قال أنه سبحانه وتعالى، جمهور أهل السنة على أنه سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل ذلك عن إسحاق بن راهوية وحماد بن زيد وغيرهما، ونقلوه عن الإمام أحمد رحمه الله في رسالته إلى مسدد يقول وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يعلم كيف ينزل ولا مثل صفاته، ولا يمثل صفاته بصفات خلقه. وصوب هذا القول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال أيضا في مجموع الفتاوى والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش درجة والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ والليل يختلف، فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن أنشان. وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان وأين كان، والرجلان يسجدان في موضع واحد ولكل واحد منهما قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. كل هذا في مجموع فتاواه في مجلدات مختلفة قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الأئمة عامة. نعم، وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو، هكذا يقول الإمام، وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو وهو مما يشغل عن العلم الأهم.
والوقوف معه يحرم أي يجعل محروما من علم نافع، يحرم علما نافعا، يجعل محروما من علم نافع. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النهو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه، ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل أما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني كأن المصنف جعل هذه المقولة لها معنى، يعني أنه يؤخذ منه ما يصلح، ما يصلح الكلام، كما أن الملح إذا زاد يفسد، وإذا كان مناسبا ما يصلح فيصلح، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام كما قال، وما زاد على ذلك فإنه يفسده، كذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف ما يقع به قسمة الفرائض، من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به أو لا ينتفع به إلا لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وثقالها، لا حاجة إليه، ويشغل أما هو أهم منه. وقد ذكرت لكم أن بعض الأفاضل قد ذكر من الكتب العربية، من الكتب العربية ما يكون ربما يأخذ عشرات السنين لمن يريد أن يستوعب هذه الكتب كلها. فنقول هنا كما كره الإمام أحمد رحمه الله أنه يعرف ويعود نفسه على قراءة صحيحة ومعرفة الرفع والنصب والمفعول والمرفوع حتى لا يخطئ في القراءة، وثم بعد ذلك فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان بعدما جاءت وصنفت تصانيف كثيرة في اللغة، لغة القرآن وفي غرائب القرآن، كذلك في تأويل الآيات وغيرها. فينبغي أن يأخذ على قدر كاف من العربية، ثم يتوسع في معرفة التفسير وشرع الحديث، وكذلك في ما يتعلق به من أمور أخرى، ولا يشغل باله حتى يكون مختصا، وقد يكون قد أفنى أكثر عمره وتزوج بعد ذلك، أو بدأ يتجر وترك تعلم ما هو أهم منه، وقد أفرغ كل جهده في تعلم العربية، ولذلك يكره على التوسع فيه. ثم بعد ذلك يقول: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات العمور المنهي عنها. فمن ذلك جاء المصنف على ما قرأنا عليكم من كلام ابن تيمية رحمه الله، بمناسبة أن علم السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف عالم، وهو الذي تمخض عنه أو تمخضت عنه هذه الرسالة، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تذكر له رسالة في هذا المعنى. قال كل هل قال: وهي، قال المصنف، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة من الكلام في القدر، في القدر. نعم، التقدير لا شك فيه، القدر الله المستعان، يعني قد يكون فيه إنكار للقدر، وقد يكون فيه إثبات للقدر، والذين يثبتون قد يضطربون في فهم آيات وأحاديث في هذا الباب، ولذلك ما تكلم من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله عز وجل. فقد يكون الله أعلم يقول منكر القدر، المكذبون بالقدر، يقول إن الله منزه عن فعل الشر، وأن الواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله. فإذا كان الله تبارك وتعالى قدر يرتكب الإنسان من الفواحش والكبائر، فهل نقول إن الله قدر هذا
وأن الله شاء وأحب، فهذا يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى. فمن هنا كذبوا القدر وقالوا ليس هناك شيء، وأن الله لم يكتب شيئا، وأن الله لم يقدر، لم يعلم ماذا يكون في هذه الموجودات إلا بعد ما يخلقه. هكذا الله المستعان. لكن نحن نقول نجيب عليه أن الله لا يخلق الشر المحض، أي شيء يكون شرا لكنه لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه ولا منفعة فيه للناس والأفراد. نعم قد يكون فيه منافع وهو في لشخص يكون شرا بالنسبة لفرد، وهناك أفراد كثر يستفيدون منه. وفرقة أثبتت القدر لكن تركوا العمل، فقالوا كل شيء بقدر، أي كتب الله تبارك وتعالى وعلم أني أذهب أو أن فلانا يذهب في الجنة ويذهب في النار، فلا حاجة للعمل. ما فائدة العمل؟ نعم هكذا قالوا، ولكن ما دام إذا كان لم يتركوا السنة فهم مأمورون ببذل الجهد، الإيمان والعمل الصالح وغيره. فهؤلاء الذين لم يتمعنوا في كتاب الله ولم يعيشوا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يثبتون القدر، بمعنى أن الله تعالى علم أن فلانا أو فلانا أو ناسا يذهبون في الجنة وبعضهم يذهبون في النار، ولا نستفيد من العمل في شيء، ولذلك تركوا العمل. قالوا ما دام نعم قدر الله لي أن أدخل النار أو الجنة ففيما العمل؟ ويستدلون بالقدر على عمل مخالف للشرع، فلم يفرقوا بين الإيمان والكفر وارتكبوا الكبائر والموبقات بدعوى أنه لن يصيبنا إلا ما قد قدر الله لنا ولا فائدة في العمل، وقالوا ما نعمل إلا ونحن مجبورون ومجبولون على هذا. يعني إذا كان حزنا إذا كان سرق فهو مجبور ليس له اختيار، فهم قدرية جبرية ولم يقروا للعباد الاختيار، ما المهم ما أن الله تبارك وتعالى قدر لهم الاختيار أيضا، فإن اختار الخير فيسر له وإن اختار الشر، وكل ما يفعله فالله يرضاه ويحبه. يقولون هكذا، وبعضهم ينزل على كل حال إلى أن يذكر القدر، لكن يقول لا يعلم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل حصولها ولا يعرف عواقبها إلا بعدما يخلق، وهذا كله تكذيب للكتاب والسنة. أما ضرب الأمثال، هنا قال وضرب الأمثال لله تعالى، فمثل ما قالوا إذا كان علم كل ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب؟ يعني ما دام تقولون إن الله علم ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده، فكيف يمحو ما كتب ويثبت ما كتب أم ماذا وعنده أم الكتاب؟ فيقولون ما معنى الحديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه مثلا، فيقولون يعني ما دام قد قدر له أنه يموت بعد 60 فسواء كتب له رزقه المقدر، فسواء وصل رحمه أو لم يصل، أو يعني لا يؤخر أجله ولا يبسط رزقه. هكذا أنكروا وضربوا الأمثال لله تبارك وتعالى ولكتابه ولسنة رسوله. ثم يقول ما معنى قول نوح يغفر لكم من ذنوب أطيعوا الله ورسوله، يا قوم اتبعوا، يا قوم إن أرسلنا نوح إلى قوم أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم الذي فيه قال أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم إلى أجل مسمى
فكيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون وهكذا، فيقال لهم جرى بها القدر وكتب في أم الكتاب، فهذا المكتوب في علم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. ومن هذا النوع الذي قد يظهر أنه زاد أو نقص فهذا ففي كتب الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى يعلم أنه يزيد أو لا يزيد، يعلم أنه يصل رحمه ولا يصل، فهذا الذي يزيد وينقص ففي كتب الملائكة، كما يزيد العمر وينقص كذلك الرزق بحسب الأسباب والأجل. لأن الله تبارك وتعالى علمه علما مطلقا وجعل له أجلا لا يتقيد، لا يتقدم ولا يتأخر. نعم، وبذلك ينبغي للناس أو للإنسان أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة وبعلوم السلف الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا يكون في الأحداث ولا يتلوث بالأحداث والبدع في القول وفي العمل ما حدث بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في البلدان والقدر. ما لم يتكلموا في البلدان، ماذا يقصد بالبلدان؟ الظاهر في الشبهة في النسب والقدر، معروف أنهم يتكلمون في القدر بمثل هذه الشبهات نفيا وتكذيبا أو إثباتا وتركا للأمر والقدر، وجعل القدر جبرا. وقد روي موقوفا ورجع بعض موقفه هذه الرواية لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في البلدان والقدر. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. قد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، وقد تصل إن شاء الله إلى صحيح أو إلى يتقوى بعضهم بعضا ويصح. قال المصنف روي عن ابن عباس أنه قال ميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة أو كهانة. نعم، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم، إذا كان الإنسان يكذب القدر أو يكون يثبت القدر لكن على هواه ويترك العمل وغيره، فإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة بحيث خروج من الدين. وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. أخرجه من وعي مرفوع ولا يصح رفعه، وهذا فيه راو ضعيف كما أشار إليه في التعليق أو المحقق. نعم، والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك، وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه مسلم رحمه الله. فالتعبير قد روي قد يكون فيه على كل حال إشارة كأنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. قال يشير المصنف رحمه الله في المحقق قال في الهامش إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التهجير الظاهر الخروج بعد الظهر ما بين العصر. هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب كتاب الله تعالى. نعم،
وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراية فيه، وقد نهي عن ذلك وقد جاء أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن: المراء في القرآن كفر، بمعنى المجادلة ودفع الآية إذا اختلف فلا يعمل بهذا ولا بهذا، ويكون لا شك فيه أنه كفر. أما إذا كان مباحة للفهم فهذا لا شك أن الأئمة رحمة الله عليهم قد أجازوا هذا. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة الأقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضي، أو لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. هذا كلامهم، لأنهم يقولون أنه قدر وجعلنا جبريا، لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عن علي وغيره من السلف عنه، فإن العباد لا يطلعون على حقيقته ذلك. ومن ذلك آني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة، قال المصنف: ومن ذلك آني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة الوقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر قد يكون كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. نعم، ولا شك فيه، وقد مضى من كلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكرنا في إثبات سبب هذا التأليف الظاهر، فذكر رحمه الله شيئا كثيرا من هذا من المعتزلة وغيرهم من إنكار ذات الله تبارك وتعالى. نعم، وصفاته بأدلة الوقول هو أشد خطرا، فأنه قالوا أنه إذا قلنا إنه استوى على العرش فهذا معناه أنه جسم، والجسم مخلوق فيكون تشبيها بالمخلوق ولا يجوز يشبه، فنفوا الصفات مطلقا، كذلك اليد وغيرها. نعم، لأن الكلام في القدر في كلامي كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء أحد إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا من مراد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي الله إنهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى طبعا وقطعا. الذي قرره الأئمة رحمة الله عليهم أن البشر بأعينهم في الدنيا لا ينظرون أو لا يقدرون إلى الله تبارك وتعالى، لكن ينظرون إلى الله تبارك وتعالى ولا يقدرون أن يدركوا ويحيطوا به يوم القيامة، ويكون من أعظم نعم الله عليهم أنه يتجلى عليهم. فنفوا هؤلاء رؤية الله تبارك وتعالى، وقالوا رؤية لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة. نعم، وأنكروا الجهة أيضا، قالوا لا في الغرف السماء ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، سبحان الله. فكما قال الأئمة أنهم يعبدون عدما، لا يعبدون ربا موجودا. فقال المصنف رحمه الله: وقولهم لو كان له كلام الاسم لكان جسما، وافقهم في نفي الاستواء، فنفوا لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اختلف السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. نعم، قد يكون متأثرا بهم، والإنسان يكون، والله المستعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فمن هنا في الحقيقة الإنسان قد يكون يحب السنة والإيمان، لكنه هناك من مشايخه وممن حوله قد يدندنون بشيء يتأثر بهم، فلا يقدر أن يخرج عن هذه الأوحال. ولكن إذا كان في الحقيقة، إذا عزم الأمر وعرف الحقيقة، فربما يخرج وينقه نفسه تماما من هذه الأدران والأحداث. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة الوقول التي لم يرد بها الأثر، و
رد على أولئك أو رد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان من تابعه كنوح بن أبي مريم وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. نعم، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم، فقالوا إن لله جسم، وهذا القول أيضا قوله لله جسم أيضا ما نطق به السلف، فلا ينبغي أن ننطق ما لم ينطق به في صفات الله تبارك وتعالى السلف إما لفظا وإما معنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة، ينزل ربنا، فقالوا إن الله يتحرك، نقول لا نتكلم إلا أن نقول ينزل وينزل، أما أن يتحرك ويقدم ويأتي ويذهب وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره، والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الله أو من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، من غير تفسير لها، يعني كأنه يقول تأويلا، من غير التأويل، تأويلا لا يقبله الكلام. وأما تفسيره مثلا إصطال العرش، فقد فسره بعض السلف مجاهد وغيرهم على، لأن الله في العلو، فيقال إن الله علي، العلي الحكيم والعلي القدير. نعم، فالتفسير بمعنى التفسير غير واردا للصحابة والتابعين، ولا تكييف، نقول إن كيف أنه كذا مثل جالس أو مستوى العرش على كذا حياة، أو أنه يمد يده وباعه، أو يأتي ويهرول وكذا، لا نكيفه ولا نمثله بشخص أن هذا مثل فلان، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي للتمثيل وإثبات للصفات وهو السميع البصير، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. قال المصنف: وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به من ذلك، إنما يقتدى بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. وقلنا لكم بارك الله فيكم أن الإمام ابن تيمية قد ذكر، قال: لا يوجد في كلام السلف ولا حرف واحد ما يؤول به هؤلاء أو يشبه الله تبارك وتعالى به أو ينكرون بعد التشبيه، كل هذا لا يوجد حرف واحد من كلامه أو في كلام السلف، ولم يدخل ذلك في من كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج إلى نشره إلى شيء من الكلام ولستم منهم، يعني لستم من أهل الكلام، وهو الكلام بمعنى أنهم تكلموا في ذات الله تبارك وتعالى وتكلموا في الصفات ومثلوا وجعلوا الشيء الذي لم يتكلم فيه السلف مطلقا، وكان آمنا وصدقنا، حتى إن البدوي يسمع يضحك ربنا فيقول ويؤمن به ويقول لا نادم خيرا من رب يضحك، وما قال إن الضحك يحتاج إلى فم، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى الأحواض، وهذا كله من صفات المخلوقين، هذا كله من وساوس الشيطان. فعلى كل حال الأئمة السلف كانوا يمرون الآيات أمروها كما جاءت. ومن ذلك آني محدثات، قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك آني من محدثات الأمور ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه عليه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.